استاذ عمرو. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. يا فندم انا كان عندي عمتي غلطت في والدتي. طيب تمام. لا ده اكيد اكيد، بدل غلطت في والدتك يبقى مش تمام، كمل حضرتك. ووالدتي عشان صلة الرحم رجعت كلمتها تاني اتعاملوا مع بعض تاني، بس برضو عمتي اتعاملت بأسلوب وحش معاها. فين السؤال بقى يا الكلام سيد ده عمرو؟ من سنة. طيب فين السؤال بقى؟ السؤال ان انا ما بقيتش اكلمها من تقدر ساعة ما تكلم حصل عمتك. من ساعة ما حصل الموقف ده. وحال النهارده، والحلقة النهارده عن الأقربين صح؟ صح. فهل السؤال، فهل اللي انا عملته ده صح ام غلط؟ لا غلط. غلط ليه؟ لأنه مخالف لمكارم الأخلاق. هي دلوقتي غلطت في والدتك، خليني أكلمك على اللي أنا عارفه من الأسر. معنى غلطت في والدتك يعني قالت لها كلام يوشي بأن هي، أو غلطت في والدتك بمعنى أن هما بيتكلموا قالوا كلام من اللي ممكن الناس تقوله في انفعاله. أنت دورك إيه؟ دورك أن أنت تصلح بينهم. دورك أن أنت تساعد والدتك على أن هي تكون واسعة الصدر. مش انك انت تنتقم لوالدتك او ان انت تنحاز الى والدتك فتكون عون لنفس والدتك الاماره بسوء على نفسها. لا، انت كده مش انت كده بتنقلها من ان هي طيبه الى ان هي تاخد مواقف صعبه، او حتى هي ممكن تكون قد تجاوزت بس انت قلت لها لا انا مش هسامح في ده. بس انا مقدر اللي انت عملته، مقدر اللي انت عملته بمعنى ايه؟ مقدر ان انت تراعي مشاعر والدتك. بس تعالى نشوف صياغة تانية لتقدير مشاعر والدتك من غير ما تقطع علاقتك بأقاربك. حتى لو كانوا مؤذيين، حتى لو كانوا وحشين، تعمل إيه بقى؟ أول حاجة تطيب خاطر والدتك وتخيرها، تقول لها أنا ممكن أعمل كذا وممكن أعمل كذا، بس إحنا أخلاقنا بتسمح لنا إن إحنا نحسن للناس ولو أساءوا فينا، وإحنا كاتبين على قلوبنا نحن نطيع الله في من عصى الله فينا، وهو ده عادة أهل الله، وهو ده عادة الناس المحبوبين. لكن إن حاجة تحصل كده وتقعد بقى سنوات، حضرتك بتقولي من سنة، لا أنا مش شايف إن ده أفضل حاجة. الحاجة التانية بقى إن أنت تقعد مع عمتك قعدة صفا، تقول لها يا عمتي أنا بحبك، وبعدين أمي بتحبك، فتمشي بينهم بالإصلاح، فتقول لها كلام جميل عشان علاقتها تتحسن بوالدتك. ده اللي انا شايف ان انت الافضل تعمله يا سيد عمرو.